معانا. طيب كابتن محمود ازيك؟ كابتن محمد فاروق، ازي حضرتك؟ ازيك؟ يمكن كابتن اخبار اشرف حضرتك في ايه؟ بدايه المباراه وقبل بدايه المباراه كان بيتكلم في جزئيه انت من اللعيبه اللي بتقدر تطلع بكرة او تبني هجمه، وده بيبقى في لعيبه كتير قليله، يعني سيرد باك او ربنا يخلي بيلعب في حضرتك. خط طبعا الظهر ده قليله جدا، فما شاء برحب الله عليك 7 اهداف دلوقتي بالعظيم طبعا كابتن يا عاطف فتح الله. الحياتي. ازيك كابتن اشرف؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ مبروك النهارده زي على الفل حضرتك، ضربه الجزاء الرائعه النهارده دي. رائع قوي يا كابتن. ايوه انا عاوزك ترد عليا، ما انا بقول لك كده عشان ترد عليا. والله يا كابتن بص، انا كابتن احمد سمير موجود انا معانا، من كابتن قبل الماتش فتح الله كمان. واخد قرار جت في ضربه جزاء هحطها في نص الجون. فنص الجون دي اول مره احطها، ف يعني فيها شويه تردد لا يعني، ما بس الحمد ايه لله بالظبط طبعا. كده. لا انت معروف عنك ان انت حتى في ضربات الجزاء او في الضربات الثابته زي اللي انت عملتها وجت في الشبكه، طب قوه بيبقى عندك تركيز عالي جدا في النقطه دي. فخد بالك برضو الكره اللي اتعملت دي هي فيها طبعا توفيق من عند ربنا، اللي طبعا. أو يعني بيكلل جهودك ان جت جون، فما ما تحاولش بقى تكررها تاني. انت واخد لا مش هعملها تاني يا كابتن. كابتن احمد سمير بيسلم عليك يا كابتن قول فتح الله. الكبير طبعا كابتن احمد سمير قول طبعا. بقى للكابتن اشرف اللي مش هتعملها تاني ليه؟ لا بص يا كابتن، انا عايز اقول بس حاجه، عشان كابتن احمد سمير كلمني امبارح وقال لي انت هتجيب جون ضربه جزاء. الله، طب ما قلتش انت الكلام ده؟ لازم اديله حقه لا انا يعني. قلت له هو كان بيكلمني هو صلاح، قلت له هيجي ضربه جزاء بس تخلقوش عليها. انت هداف دلوقتي يا فتح الله، اربع 7 اهداف لغايه دلوقتي صحيح؟ لا 7 الحمد لله. 3 منهم في ماتش واحد صح؟ هاتريك ثلاثة ماتش الحرب. والله بص كان هو اول اول الاهم هاتريك موجود بتكسب في يعني، الدوري المصري ساعتها. بس الفاول الحمد كان لله. معمول حلو يا فتح الله، كان معمول الحلو الجول الاخير كانت حلوه بصراحه. بس الحمد لله بص يعني، اهم من الاهداف وان انا اجيب، والله بجد ان احنا نمشي كويس ويبقى مركزنا كويس ومحترم يليق بالناس اللي موجوده وبالجهاز، وزي ما بقول من اول السنه يعني، اي حد بيسالني بقول ان احنا مش طموحنا ناخد مركز، على قد ما طموحنا ان الناس تتكلم عننا باحترام وبشكل كويس ويقول لك الانتاج فريق محترم. فتح الله يمكن فالحمد لله احنا وصلنا لمركز كويس دلوقتي، صحيح اعتقد ان احنا الرابع دلوقتي، الرابع ايوه فان صحيح شاء الله نحافظ يعني، لان الجاي هيبقى اصعب اكيد. فتح الله يمكن انتوا من اقوى خط دفاع موجود دلوقتي في الدوري المصري بتاعكم، يعني 15 هدف فقط لا غير، لما تيجي الفرق ما بينك وما بين النادي الاهلي هو هدف واحد، لان النادي الاهلي في المركز الاول دلوقتي، وحتى في اقل اهداف موجوده دخلت فيه، ولكن انتوا في المركز يعني في 15 تاني. هدف، ده يدل يا كابتن ان في تغيير في الشكل الدفاعي للنادي، الانتاج الحربي. يعني انا برضو عايز اشوف التعليمات اللي بتاخدوها دايما باستمرار في جزئيه الدفاع كابتن فتح الله. بص يا كابتن، احنا في اول سنه يمكن عانينا شويه في النتائج، وبدات لحد ما اول 3 ماتشات بتخسرهم كان في لحظه بسيطه كده خط بسيط الثقه هتهرب مننا، لكن الحمد لله يعني الجهاز الموجود واللعيبه الحمد لله رجعنا تاني. موضوع الاهداف في الاخر تنظيم، هو تنظيم مش صحيح. مدافع بس او حارس مرمى او 4 خط ظهر خالص، لا خالص الموضوع بيبقى تنظيم. في اول سنه يمكن بدانا اول 3 4 ماتشات بنلعب 3 5 2، من الماتش السادس او الخامس غيرنا الطريقه بقت 4 4 2 الحمد لله الفريق بشكل منظم. يمكن ده بقى طموح عندنا غير النتائج طبعا والاضناط، ان انت تحافظ على نظافه شباكك، ان انت يجي فيك اقل عدد من الاجوان، فجاه لقيت نفسك بتنافس مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك على اقوى دفاع، فليه لا انك انت تمشي كويس ويبقى عندك طموح تاني بسيط ان انت تبقى مثلا افضل خط ظهر او افضل حارس، ليه لا يعني حق مشروع لينا يعني. صحيح. فكل الحاجات دي طبعا يعني هي حاجات معنويه يعني ما بتفيدش، بس الى حد ما بتبقى حاجه معنويه للفريق. فالحمد لله احنا بشكل لا كويس هي ماشيين بتديكوا كده ثقه منظمه. كمان يا كابتن فتح الله في ان انتوا لما العدد الاهداف تبقى بالمنظر ده او بالشكل ده، اعتقد خط الدفاع بتاعكم مع طبعا انتوا بتدوا الامان لحارس المرمى قدامكم او وراكم مع خط النص، اعتقد ان الامور بتبقى معنويه اكتر مع طبعا التنظيم اللي انت بتتكلم عليه. معنويا اكتر لينا طبعا، بتدينا ثقل وثقه اكتر صحيح، وتحسسنا ان احنا فعلا ماشيين صح. تاني حاجة، طول ما انت ما دخلتش فيك اجوان او في صعوبة انك يدخل فيك اجوان، سهل جدا تكسب، لان هي كرة كده، طالما انت دفاع قوي وبتدافع وبشكل منظم وما بتخش فيك جون بسهولة، سهل ممكن تخطف جون في اي وقت. زي النهاردة مثلا، انت ماتش احنا من اول دقيقة في الماتش احنا متكهربين شوية، يمكن النتائج السموحة والمصري الحاجات دي اثرت علينا شوية، حسيتنا ان اليوم النهاردة ممكن يبقى كله مفاجآت فتأثرنا شوية نفسيا، لكن ماتش بيخلص بكوره وانت محافظ ورا ما بتخش فيك، ف ضربه جزاء ربنا بيكرمك ممكن تاول في الاخر تكسب بيه، فهو ده اللي احنا بنشتغل عليه يعني. عامه مبروك يا كابتن فتح الله وبالتوفيق ليك، يعني طبعا من اللعيبه خط الظهر اللي موجوده قليله في مصر فعلا، زي ما قال كابتن اشرف تقدر بتشتغل بشكل جيد في حته بنايه الهجمه، وده او بناء الهجمه لان ده فعلا قليل جدا في مصر. وعلى فكره يعني بشكرك يا كابتن فتح الله.